امي السعديه الا عاودت لك ما غاداش تشيق، غتصدمي وغيطيح لك العجب. تشر جمع انس تشر ما غتيقيش. واحد المراه دخلت للتواليت حاجه ودارت كاكا وجبلتها بمعلقه. نعم ما مسطية ما والو بعقلها جبدتها بمعلقة. ميناج ما عندها لا كدير ميناج لا والو، دخلت للطواليت دارت كاكا ديالها حاشاك وجبدتها بمعلقة. هي دارتها في اللايز. شوفي وجاو البوليس هزو هاد الدواء. لقاوها بعقلها غيضربوها قالك بواحد العام ولا عامين. نعم شنو داك الشيء اللي ما مزيانش؟ فات الفازه هذا مش شويه عافاك انس. علاش انا نقص صوت ماما؟ هاك ورك على هادي ونقص صوت. برافو انس صافي نقص. يلا سير شما نقص. يلا سير نقص انت. شنو دارت امي سعدي داك الشيء اللي ما مزيانش شناهو؟ كنت نسمع كانت زي ما كانش عندها العقل. غادي يحمولك غادي دير برشيد. اش دير في برشيد؟ انا كاينه بلا تنصتي انا وي. لا لا بعقلها. انا بعقلها دارت برشيد. غادي ولاد هادشي بمعلقه. لا يستفيد. والمشكله كنا شافها شي حد. شكون اللي شافها؟ دارت اللايز. هادي تنصتيها. كيف نرعينو ما هالكابينة بارقرية المسا هاو صرت المتاوى. قال لك العالم كله كيغوت. قال لي علاش توريها لينا؟ قالو ما زعما يتولى عليهم. ها عيب اوي. كيفاش عيب؟ اوي حاجة خايبة توريها العالم. حاجة خايبة توريها العالم. وعرفتي اش قالت ليهم؟ قالت لهم حاجه خياب من هذا الشيء. قالت لهم بغيت نشوف لونها كي داير في القريه. كل شيء العالم قال ليها خاصها الحبس. انا بقاتش فيا. قولي علاش؟ عندها ثلاثه الوليدات. مقابل راجلها. عرفتي اش دارت المسخوطه؟ دارت كارثه كثار من هاد الشيء. عاود تسد فمها باش لا مشات للحبس. راجلها يبقى مقابل الدراري. اش مشات قالت ليهم في الكوميساريه؟ قالت لهم راجلي اللي قال لي ديري هاك. كيفاش؟ باغي يجيب مرا يتهنى منا. وبلاتي نعاود لك واحد الحاجه. دابا هي ملي دخلت للحبس قالت لي مراجلي اللي قال لي دابا اش غيديروا؟ غيشدوا راجلها والدراري؟ شكون يشدهم؟ خيريه. قولي على الخيريه. شوف خيريه. قولي والله دابا عاد راجل شوف خيريه. الدراري لا ما يمكنش تخليهم الدراري يدعوا شو ياكلوا. اصلا هي مضيعه الدراري. قولي لي علاش؟ واحد النهار شعرها كان طويل حتى لهنا ويا تشد الماكينة الحسنة ويا تقرع. غادي تطي واقيلا تطي. وعرفتي اش كدير؟ فاش ناض لها الشعر ولا قد انس ولا تدير لي قرينات هنا وقرينات هنا. تطي تطي غادي ما عندها العقل. تما ريحت هذوك وكان راسها وكاش كتعطيها تعطي مسكينة. كيفاش يعطيوها العصا؟ كيدخلوا لواحد المين.
كتلبس اللبابة كتعاود ليا الشتات العلبيات. وعرفتي اش دير لي راجله واحد العام؟ شد موس وخشي لافف خدها ودعات وتشد وخرج. هما ديما كيديروا الفضايح. ها ويلي دخل الطواليط ام السعديه. انا عمرك ما تدخلي للمساله. لا كنعمل دخلت للطواليط بلاها الله صورت راسها. ما يستر من كاتالينا مرضوان كيكلتش بس اختي كنت تقول مرض خويا تفكرين الريت كنت سمعك شاش قلتي؟ قلت لها تفكرين الريت عند خويا ما دارك عرف فيه كده لياتك. قالت لك مرت خوك باش الله يعمرها دار واطيب خلق الله. قالت لك وكانت كدير الخير وكتربي الناس. دابا ماتت وبقات حية وتشكر تعالى ويربى خلي بياكلوا الحلوة غادا تبقى تخسر. لا ما تخسر كناكلوها كنا كتخسر بقات تكبر حلم علان ايه وش وش بعد امي على حالها وصل المحتوى في الغريب تكفي تبع الكرم وانا كاتي لي اوي حلوه نوال احنا ما كنتمناوش ليها الحبس. اكيد اكيد ما نتمناو حتى شي واحد الحبس صراحه ولكن اللي دار الذنب يستاهل العقوب صراحه. انك على ود الفيوز ولو ود الادسنس تتبرازين قدام يعني الاف والاف المشاهدين شحال كاع شاهدوا اخر مره شفت عندها شي 200 كتو كتخرج ماشي كتهضر خيري كنت مغرق. مسعدية قالت لك ما كرهاتش وليدات فاتحه يمشيو للخيريه. قالت لك حيت امهم ما تستاهلش تربيهم. الام اللي كدير هذه الحاله قدام هذيك الحاله اللي كدير. قالت لك امي سعديه ملي وريتها الفيديوهات تفرجات فيهم بقات تتندب. شوفوا الندبه اللي هبطات مع وجهها. انا راه شفت الفيديو حتى انا راه شفت غير الرياكشن ديال شي وحدين. عليا فيتم 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 عرفتوا البنات امي السعديه تفرجات وريتها هاد فاتحه وشنو دارت. امي السعديه بدات تندب وكتقول لي ويلي ويلي ضربات لي التليفون بغاش تكمل. ما شفتوش انا شفت الرياكشن ديال امير. شفتها بالمعلقه كت شحال من واحد. انا شفت الرياكشن ديال شي وحدين على ايوا قنا. شنو دارت ساره؟ شنو دارت كلام فكاده ساره؟ شنو دارت سولي السعديه اش دارت؟ كلاتو خاصها تمشي ماما بلي واش منفع عندها شي حاجه عقله؟ راه انا ود الادسنس. ولكن شنو دارت؟ نشتي الفيديو انا ما شفتش. شنو دارت؟ وقالنا عينا ما نقول الله يستر. والله كي تقول يا بابا خطوه انت يا طول عليك انا ما كتب عليك. ولكن شنو دارت؟ انا مرتي علي امي فرحانه قد يدش تاكل ولا قد يدش ولا قد يدش ولا قد يدش ولا قد من غيتر كلاتو شوفي هذا كلاتو من الطق هي غير نشوفه من بغيت نعرف شوفي هذا مالك مني لا مالك منا قالت لك عندنا مالك منا ومالك من هنا. وشوفي ناول والله يستر ناول سمعيني نقول لك والهلا يوريك شنو شفت انا امي السعديه. يا لطيف يا لطيف يا ولي هود وما داروهاش. انا مش في الفيديو. ويلي ويلي شنو دارت؟ ما قولي امي شنو دارت؟ ما غاتاكل شنو؟ وكانت تخلع ما غتاكل. اش بصح؟ قال ما تيقتي هادي. هاد ولد وجهي. هاد الدارين مسطين هكرا. الله يستر يا رب. يا رب. درنا تنوت الدور. الله يستر. الله يستر. احنا ما نديروهاش امي. ما نديروهاش بالضحك. اولي السعدية ما عمرها دارتها.
مستعديه ربع قاله مستعديه الا بغات تدخل التواليت كتسورت عليه ودير عصات الكراطه حداها باش ما ندخلوش عليها. عاد واحده مدخله معاها التليفون. كنتي قولي اش كديري في كاد شكرا حشومه امي حشومه على نوال. شوفي هو واحد الحقيقه نقولوها احنا ما نتمناوش ليها الحبس، ولكن هادشي اللي دارت بصح مقزي قانوني لا هو. شوفي نوال انا ما كنتمناش لهاد السيده الحبس، نتمناو يعطوها درس ما تنساهش، تكون عقوبه مخففه على الاقل. ويا ربي يا ربي تشوف في دوك الوليدات يا ربي. كنتمنى من المسؤولين نتمنى نتمنوا من المسؤولين يتدخلوا ويشوفوا دوك الوليدات ويديروا الاجراءات اللي الاجراءات اللازمه في حق دوك الوليدات. باش هما يخرجوا مواطنين صالحين. ياك امي خاص وليدات خاصهم حل. احنا ما سمعت قال لك حتى الاب تاعي. انا كاللومه ديالي كلها كنلوح على الاب نوال. الاب والامراه بجوج عماد الاسره. البنات نقول لكم واحد القضيه، انا المسؤوليه كامله كنلوحها على العاتق ديال الاب، يعني خاصو يكون هو المعيل ديال الاسره. ولو ولو تقول السيده تكون باغا دير روتين يومي ديرو محترم. علاش دارت هاد الحاله؟ حيت اول ما شجعتوها احنا اللي شجعناها، انا واخا ما كنتابعش ديك السيده، انا كنتكلم بالنيابه على المشاهدين ديالها. شجعوها في الاول، ها هي كتشقى وهي عريانه، ها هي كتلبس وهي عريانه، ها هي كتصبن زربيه وهي عريانه، ها هي شويه حشاكم عزكم والله وسمحوا لي على الكلمه، ها هي كتبول، ها هي كتبول كتصبن زربيه ووقفات وبالت على المشاهدين تما فين دصرتوها، يعني بزاف د الحوايج. هادشي ما خاصش يتسكت عليه ولكن تكون عقوبه. ما بقاوش يدوزو حتى في المنابر الاعلاميه بحال هكا. كيكبروا ليهم، كيكبروا ليهم. انتوما ما عرفتش ما نقول لهم. المنابر الاعلاميه راهم كيدصروا على هذا صراحه، ما نذكرش الاسماء ديالهم ولكن معروفين. حشومة عرفتي حتى داك الكوبل ديال احساس وما نعرف الزوجه ديالو، عرفتي حتى هي عرفتي نوال، يعني في الكوزينه كتشقى بشميز دانوي. وي وي شفت عرفتي لا شميز هكا اللي كتنعسي بها في الفراش ديالك والزوج ديالك كيصور فيك وانت معاه. هادشي راه بصح راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف، اللي صعيبه 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 صعيبه. ما خاصو لي مراقب على المحتوى. ام السعديه قالت لكم هادو ما يتذكروش. ما عبرتي انت امي، ما عندكش تليفون. ام السعديه قالت لك اش هاد العجب هذا. الله يولا بره من شفت ما رايت صبق الميم. اويلي البنات عرفتوا فاش وريت الفيديو للمستديه بغات تبوه، قالت لي اش هاد الحاله. ولا ما شفتوش اش لي الدرجه امي مقزز. شنو ما قلت فكيتي ما تقوليش ليها راجل اللي كان يصور. اويلي امي سعديه ملي داو البوليس عرفتي شنو قالت لهم؟ قالت لهم انا ما درت والو، راجلي اللي قال لي ديري هذا الشيء. ها وصيفطات انت انا قولي الله يعلم قولي الله يعلم. هكاك ما شفت ما رايت. الله يصوب البنات والله يديم اخلاق. نتمنى وان شاء الله ربي يلطف بينا وداكشي شوفوا الله يديم اخلاق الله يديم اخلاق الله يديم اخلاق والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. قولي امين امي قولي امين. ام سعديه الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. وموتها مستوره. أنا قلت لك ما بغيت نروح تقلبي.
نتمنى نتمنى كل مراقبة على المحتوى ياك سارة. يلا نخليهم يدرب تشاو. قول لهم تشاو، قول لهم سلامة. بقى تقول الله يستر الناس جدك توريها. يا مولانا الكريم شهادة آمين يا ربي.